مهند أسامة فجر وهو المتهم الرئيسي في تسريب أسئلة امتحانات بعض مواد الثانوية العامة والمشرف على صفحة شاومينج بغش الثانوية العامة، فجر عدة مفاجآت في التحقيقات اللي جرت معاه بمعرفة أجهزة الأمن بعد القبض عليه. قال المتهم بأنه مسكت ورقة الأسئلة وصورتها بإيدي من داخل لجنة الامتحانات ونشرت ورقة الأسئلة وقت ما الامتحانات بدأت، والطلاب تأخروا في دخول اللجان ربع ساعة، دخلوا 9:15 صباحا لأنه مسموح ليهم أن هم يراجعوا ربع ساعة. اللي حصل ده مش تسريب لأن لم صورينه وقت اللجنة. أضاف أيضا بأنه في سنة 2013 صورنا امتحان العربي والفرنساوي، وفي 2014 سربنا العربي والفلسفة والإنجليزي، في 2015 سربنا العربي والإنجليزي فقط. من الواضح أنه هو عنده سجل طويل من التسريبات، يعني هذا الملف أيضا يجب يعني الالتفات إليه، والمجتمع المصري كله بيتحدث عنه إلى جانب أيضا مجلس النواب اللي مؤخرا كنا سامعين بعض التضارب في وجهة نظره في كيفية التعامل مع أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة. احنا مشاهدينا هنترككم مع لقاء خاص مع